رحب بالدكتورة تماضر الشمري أكاديمية ومدربة المراكز القيادية. يا أهلا وسهلا بك. أهلا بك أختي العزيزة رقية. اليوم حي يلا أنا شوية استعجلت. حي الجمهور. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعتكم مباركة أعزائي المشاهدين. إن شاء الله. دكتور اليوم رح نتحدث عن مهارة إحنا مرينا عليها مرور الكلام في واحدة من الحلقات السابقة. تمام. يعني ذكرنا بعض الأمثلة وقلنا أنه راح نتكلم عنها بشكل مستفيض. نعم. ووافي في الحلقة. وإجا نعم. اليوم جاء الوقت لنتحدث عن مهارة لغة الجسد اللي هي مهارة مهمة جدا اللي هي ممكن تأثر في الكثير من الشغلات. في يعني أو ممكن تكون حسن استخدامها راح يكون مفتاح لنجاحات كثيرة. بالضبط. طيب بالبداية نعرف هذه المهارة. نعم. والكلام لحضرتك. نعم. لغة الجسد body language. نعم. اللي هي طبعا جزء من مهارة الاتصال communication skill. الحقيقة body language هي تعني الحوار الصامت. الحوار بحركات الجسد. نعم. عيون. نعم. يدين. نعم. جلوس السير. نعم. بداياتها ظهرت من الثلاثينات افلام كل احنا نتذكر يعني افلام شارلي شابلن. شارلي شابلن استطاع ان يكون شخصيه عالميه ويوصل رساله. صح. يعني يوصل رساله سياسيه كوميديه كوميديا ساخره من خلال افلام الصامته فقط حركات. نعم. متى بداوا ينتبهوا لها؟ بالمناظره اللي صارت بين نيكسون وكندي. نعم. طبعا الاثنين يريدون يكسبون الجولة ويكسبون الأصوات، فنيكسون اكتسح كندي بالراديو سمعه فقط، ولكن كندي تفوق عليه بصورة منظورة بالتلفزيون. نيكسون كان مريض قبل أسبوعين يعني بهاي المناظرة المقابلة وتعرق بالحديث وكان أيضا لابس لون فاتح والخلفية فاتحة فبدأ شخصية باهتة غير مؤثرة. نعم. في حين كينيدي كان جالس يعني بثقة استخدم كل إشارات الجسد مالته اللي فتحة اليد اللي راح نجي هسه بالضبط يعني نحكيها اللي خلته يكسب. نعم. جمهور زايد كسب أصوات. يعني اكتسح بيها المنافس مالته. نعم. فصار الاهتمام بيه. هنا عندنا ألن ألف كتاب ألن بربريز اللي هو كان أيضا طفل يبيع الفخار. فهذا من هو صغير يعني باقي بالعقل اللاوعي أنه إذا يكسر الفخار يرجع لأمه أكيد راح تهدده. وبيوم اللي يبيع حضنه. فصار ينقل هاي الحركات للزبائن. فمن يدق الباب يريد يبيع الفخار مالته. الشخص اللي يطلع يقول له ألن احنا ما نحتاج بعد لا تجي خلاص بعد ما يرجع له. ولكن الشخص ودود. اللي نعم اللي يقول له ألن اليوم احنا ما محتاجين يرجع له مره ثانيه. ألن ما محتاجين يرجع له الى ان فعلا يبيع. يعني القبول اذا الناس اللي قابلته إذا هذا باللاوعي أعرف أنه هاي الحركة هي تهديدية. فبعد خلص. يعني قفل عليها. نعم. هاي الحركة لا شلون نقول بمجال. فهذا بعدين كبر وصار رجل مبيعات وبعدين بالسبعينات ألف كتاب لغة الجسد. وحقيقة هو يعني يعتبر إذا هو مؤسس يعني بناء على تجربته الشخصية. نعم نقدر نقول بالضبط أي هالشكل وكتابه يدرس. حلو. أنتوا تدرسون هاي المهارة اليوم؟ أكيد أكيد صحيح؟ مثل ما قلت بالمقدمة استرقية جدا مهمة. مهمة لل يعني هي باع تو ويز انه مهمة اني كيف اثر على المقابل ويفهم رسالتي واكون محبوبة ويقبلني. نعم. وكيف اقرا وجه المقابل حتى اعرف اني منين ادخل له. اقرا عيونه اقرا يعني حركاته. كذبة يستخدموها المحققين الامن. صح. نعم يمكن هم بالامن يعتمدون على هاي اكثر يدرسوها لهم هاي جدا. جدا. نعم. خاصة عندنا نسميها المسافة الحميمية. نعم. المسافة الحميمية هي يعني كل شخص 45 سنتيمتر. هاي المسافة الحميمية بعدها نقول المسافة اللي تجيها هي 1.2 يعني 125 اللي هي الشخصية. أكثر من هذا تكون الاجتماعية والعامة.
الحميمية من يجي رجل أمن يريد يحقق يخترق هاي المسافة يصير عين بعين نفس بنفس مسموح له بطبيعة واجبه يعني ربكة ربكة للمقابل يطلع من عنده. فعندنا سألتيني أنه على التاريخ مالته هل أنه هو ألن مؤسس أو شارل شابلن لها جذور قبل أم لها جذور يعني أقدم؟ نعم أكيد إحنا بالإسلام يعني كثير من الإشارات في القرآن الكريم بنات شعيب مع سيدنا موسى عليه السلام عندما ملالهم المي من البئر فقالت إحداهما أنه استأجر هو خير ما استأجرت القوي الأمين. نعم. طيب هي كيف عرفت القوي الأمين؟ أنه كانت مشية سيدنا موسى عليه السلام مقارنة بالبقية اللي يملون المي وزن فصير انحناء أما يخلوها الشكل هذا الماكو القصة واثنين ينحنون للأمام أو حتى إذا شيلوها يعني بإيديهم اثنين فهو كان يمشي بثبات ومستقيم ظهره مستقيم فهذه معناها أنطت إشارة قوي. نعم. الأمين أنه تقدم عليها في السير خلاها تصير خلفه حتى ما يعني يطمنها أنه هو ما مستطمع بيها أو يباوع لها أو كذا فهذه إشارة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند حديث أنا وكافل اليتيم كهاتين هاتين يعني قريبين. نعم قريبين. أصبح يلامسني كتف بكتف. أيضاً أحيانا هذه اللغة توصل الرسالة أسرع. ها هذا حلو. هذه هنا مال أسرع. اجت دراسة العالم الأمريكي ألبرت مهربيان أنه كيف نأثر إحنا ونتكلم مع الآخرين. 7% المحتوى 7% المحتوى 38% هو الصوت ده تطلع أستاذ؟ أي واضح بدت صعدت 55% حركات الجسد الأعلى نسبة الأعلى. نعم أعلى نسبة يعني من هذه الدراسة نشوف أنه واحدنا لو عند الداع اللمس سيدنا سليمان عليه السلام تأثيره مجرد 7% إذا افتقد للحركات الجسد أو الصوت. أكو بعض الناس يعني ما عندها مهارة شلون أنه عندها مثل ما قلتي عندها علم وعندها كذا. نعم. لكن ما تعرف تقدم نفسها للناس. نعم بالضبط. أساتذة قد يكون هو فول بروف باختصاصه ولكن مش عارف كيف يوصل المعلومة للطلاب. مثل ما قلنا يعني بالشغل أكثر شيء يحتاجوها المبيعات يعني كيف يقنع قد يكون هو المنتوج البرودكت جودة وتميز وكل المواصفات به ولكن ما أعرف شلون يسوقوا للآخرين. فهنا أنا أيضا تجي أنه كيف يتحدث مع الزبون كيف يقنعه هنا يتدرب أنه يقرأ هذا الزبون اللي داخل هو من أي شخصية من خلال حركات معينة هل هو انغلاقي هل هو انبساطي كيف يتخلى يعني المدخل مالته. نعم. فإحنا ندرب يعني هذا الموديل هو الموديل مال هذا النموذج. نعم أي واضح نقسمها المقاطع الرأس أو الوجه يعني الرأس أكيد هو الرأس والوجه وبعدين الأطراف الوسطية والأطراف السفلية وطبعا كل مقطع بها عديد من الحركات. إحنا هنا عندنا هي الأساسية خلينا نقول فد 100 حركة 400-500 أكيد هاي ال 15 دقيقة ما راح نقدر نغطيها كلها ولكن فعلا يعني نغطي الأساسية اللي هي يعني تفيدنا في بشكل عام وممكن يعني من الآن نوعتهم الأسبوع القادم نكمل الأطراف السفلية الجلوس والسير وراح ننتقد هاي الجلسة مالتنا هي غير صحيحة لأنه أنا باقي بس الأسبوع القادم دبي وراها أسافر. بالسلامة. الله يسلمك. فلو أجينا على الوجه أول شيء العيون هنا هناك العيون إحنا استقلنا باتجاه دائري الأقرى الوجه المقابل عيونه العيون الشريرة، العيون الجريئة، العيون الحزينة، المنكسرة، العيون اللي نقول نظرة الجديانة، هذه النظرة اللي تجذب يعني عاطفياً أنه تنطي الكتف الأيمن رفعة
يعني الذقن للاسفل وهالشكل فد نظره. فهذه انا قريت المقابل كيف اتعامل معه، وايضا انه اني من اريد اتحدث من اريد اتحدث يعني الثلاث ثواني الاولى المفروض أباوع بعين المتلقي. يعني من الخطأ جدا أنه أحكي أو شخص ده يتحدث معي وأقول له أني ملتهية بالموبايل أو فسرة عدم اهتمام، عدم اهتمام إيه؟ والرسالة توصل مقطوعة سلبية أو مشوشة سلبية. نعم. فالثلاث ثواني الأولى إلى أربعة خمسة مقبولة، طبعا إذا زادت راح أصير نظرة خزرة وبعدين نظرة واعدة كذا.